والله الحقيقة احنا البوصلة اللي يعمل عليها مجلس الدولة هي بوصلة الانتخابات. نحن نرى في هدف أمامنا، هدف الموعد يقترب كل يوم، وهو هدف جراء الانتخابات. أي عمل يشوش على هذا الهدف نحن لا نريد أن نعطيه أكبر من حجمه ولا غير ذلك. هذه الحكومة هي المفروض تهيئ للانتخابات في 24 ديسمبر. بكل الأحوال المعاني الحقيقية لسحب الثقة بغض النظر على الأشكال القانونية والمشاكل القانونية في هذا الموضوع هي غير موجودة. هذه الحكومة هي مستمرة في عملها إلى 24 ديسمبر، ويجب أن نوفر لها المناخ الصالح لإجراء الانتخابات.